إذن مشاهدينا، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. فمشاهدي قناة شوف تي في مباشرة من قلعة صرغنة، ما كتابعوا معنا على المباشر. فمشاهدينا نطلب الله سبحانه وتعالى باش يسقينا الغيث ولا يجعلنا من القانطين. وسط أجواء روحانية هنا بقلعة صرغنة بعد التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بصلاة الاستسقاء. فجميع الفئات العمرية تشارك في هذه الأجواء الروحانية. فنطلب الله سبحانه وتعالى باش يمطرنا بأمطار الخير ويسقينا الغيث ولا يجعلنا من القانطين. قلت مشاهدينا، ف وسط أجواء روحانية هنا بمدينة قلعة صرغنة كباقي أقاليم المملكة بعد التعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، ستقام صلاة الاستسقاء تضرعا إلى الله سبحانه وتعالى باش يمطرنا بأمطار الخير إن شاء الله ويسقينا الغيث. كما قلت مشاهدي قناة شوف تي في، اللهم سقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. وسط هذه الأجواء الروحانية بعد التعليمات الملكية السامية بصلاة الاستسقاء ستنطلق هذه الأجواء الروحانية مشيا على الأقدام لإقامة صلاة الاستسقاء. Thank you.
زيد 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 زيد